لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله هنعمل مع بعض اللايتنج للمبنى. أول حاجة بعملها بدخل في قائمة سيستمز وأقول له إلكتريكال، إحنا هنعمل الإنارة، فأختار هنا اللايتنج فيكتشر وأبدأ. دي الفاميلي ديت بلاس هوستد، فلازم أحطها يا إما على حاجة رأس زي الحوائط يا إما أفقي على السيلينج. فأنا هختار بليس أون فيس وراح ادفع على السيلينج اهوت، وتبدأ تحط التوزيع اللي انت عايزه، مش فارقة اي برنامج انت عامل بيه التوزيع بتاعك. شوف انت عايز توزع ازاي حسب مساحة الأوضة وحسب الأوضة هتبقى ايه. يعني الأوضة فيها مذاكرة طبعا هنكتر الإضاءة اللي فيها، فهبدأ أوزع. وبعد كده هنبدأ نعمل موضوع السيستم. السيستم بقى أساسا ننظم الموضوع شوية، يعني ممكن كل أوضة مثلا نحط لها سيستم، ماشي. فأنا هقف على اللايتنج ديت وأقول له اعمل لي سيستم باور دلوقتي، تمام. فهو دلوقتي ده حد كده كأنه باور، هقول له إيديت سيركت وأبدأ أضيف للسيستم اللي أنا عايزه مثلا دول معاهم وأقول له إيه فينش. طيب أنا عايز أبدأ أحط الجهاز اللي انا هاخد منه الاناره بتاعتي، هاجي احطه هنا في الدور العادي، في اللور العادي، واجي من الكتريكال اختار الكتريكال ايكويبمنت وابدا اختار من هنا، ابدا اختار الفام اللي انا عايزها، وابدا الفام دي ابدا احطها هنا في اي مكان. ممكن تحطها على الحائط على طول، حاول تختار بس مكان مناسب وليكن مثلا هنا، تمام. طيب بعد ما بحطها لازم اختار له distribution system، فانا هاجي هنا واقول له انا عايز اختار ال distribution system دوت. طيب لو انا عايز اختار ال distribution system تاني بدوس ES، طلع لي الرسالة دي. الرسالة دي بيقول لي ان انت بقالك مدة زمنية ما عملتش سيف، فبقول له ماشي سيف في المشروع. طيب ال ES فتحت لي ديت، فباجي هنا بلاقي distribution system ده بيربط لي بين الفولت اللي جاي من بره والفولت اللي جوه المبنى اللي هي الإنارة بتشتغل عليه. احنا هنا في مصر شغال ب 230، في دول تانية شغالة بحاجات مختلفة، تمام. لو في حاجة انت مش هتستخدمها عشان ما تلخبطش نفسك ممكن تشيلها، تمام. اي حاجة انت فيها اي مشاكل ممكن تشيلها. هنا برضو اي ديستريبيوشن سيستم انت مش هتشتغل بيه ممكن تشوف عشان ايه ما تلخبطش نفسك. اقول له ديليت، تمام. دلوقتي اقول له اوكي وابدا اشتغل. طيب ممكن اجي هنا واقول له بعد كده احنا عملنا سيستم اسمه باور، فاجي هنا اقول له الكتريكال سيركت واقول له انا عايز سيلكت بانل، اختار بانل واخترت البانل ديت، تمام. طيب نيجي بعد كده اقول له ايه السيركت، تمام. لو انت عايز تعدل في اي حاجه عايز تعدلها ممكن تعدلها، مش عايز تعدل خلاص اقرب الماوس من هنا وتوس تاب، هروح اعمل التوصيل اوتوماتيك الواير اوتوماتيك واقول له ايه، ممكن اقول له ارك واير، خلاص كده الواير كله اترسم، ماشي. هاجي هنا برضو ونفس الكلام هكرره، هعمل سيستم للباور واضيف واقف على اللايتنج ديت وتستاب. لسه انا ما خليتش دي معاه في قلب الدايره، فاجي هنا هقول له الكتريك سيركت واقول له سيلكت بانل واروح مختار البانل ديت. الاناره ممكن كذا واحده تبقى متصله على نفس البانل، مفيش اي مشكله خالص، تمام. ممكن الدور كله يبقى على بانل واحده، ممكن لو الدور كبير نقسمه على 2 بانل، تمام. طيب انا دلوقتي النقط ديت، بس قبل ما هوصل ديت
هنعمل حاجة، هدخل في فيو ونشوف حاجة جديدة اسمها ايه، اسمها سيستم براوزر. ايه السيستم براوزر؟ بيعرض لي السيستم الموجود في المشروع. يعني انا دلوقتي عندي، انا عملنا 2 سيستم دلوقتي، اللي هو الباور اهوت، ده السيستم الاولاني اول ما بقف عليه بيعمل لي عليه سيلكت، ده السيستم التاني. طيب في حاجات لسه ما اتحطتش، تمام، اللي هما دول. طيب الباور دول اللي هما اللايتنج دول. طيب تعالوا نوصلهم مع بعض نشوف هما هيتضافوا ازاي. برضه نفس الفكرة، هاجي هنا واقول له اعمل لي سيستم باور ايه سيركت، واضيف تمام، واقول له ايه سيلكت بانل، واروح مختار البانل بتاعتي تمام، واقول له فينيش، هقرب بالماوس وبش ادوس وادوس تاب، خلاص هو كده عمل عليهم سيلكت كلهم. اقول له ايه اركواير، الاقي ان هو عمل لي سيستم تالت او بقى موجود معايا. نفس الفكره دي برضه اقعد اعملها طول ما انا شغال. لما باجي احط اي حاجه على السيلينج بكون واقف في السيلينج تمام. طيب لما اكون هشتغل او هطبع او كده بدخل في الفلور بلان. طيب لو انا رجعت تاني للفلور بلان، تعالوا نكمل التلاتة دول وبعد كده نكمل نفس المبنى بنفس الطريقة، ماشي؟ يعني هاجي في قائمة سيستم أقول له أنا عايز أحط دلوقتي إيه؟ إيه الحاجة اللي إحنا عايزين نحطها؟ عايزين نحط مفتاح اللايتنج. مفتاح اللايتنج هختاره جنب الباب على طول تمام. لو أنت غلس وعايز تغلس على الناس ممكن تحطها ورا الباب هنا كده، بحيث يلف البيت كله على ما يلاقي المفتاح، ماشي؟ خلاص كده تمام. طيب لو انا جيت هنا وقلت له اعمل لي سيستم سويتش، بيقول لي سيلكت سويتش، هقول له مثلا اختار السويتش دوت تمام. خلاص ممكن اجي هنا واقول له انا عايز الالكتريكال سويتش تمام، واقول له ايه اديت. شوف بقى لو انت عايز تزود حاجة ممكن تخلي مثلا لمبتين على مفتاح ولمبتين تانيين على مفتاح، ما فيش اي مشكلة خالص تمام. ودي نفس الفكرة برضو، اجي هنا اقول له اعمل لي سيستم سويتش، عمل سيستم سويتش، اقول له ادي سيستم سويتش، واقول له اد تو سيستم، واروح ضايف ديت وديت وديت، واقول له سيلكت سويتش فينيش تمام. طيب لو انا جيت هنا اقول له هنا برضو نفس الفكرة سويتش تمام، واقول له ايه اديت سويتش سيستم، واروح مزود اللون بتاعتي تمام، واقول له سيلكت سويتش، واروح مختار السويتش دوت كده. انا بعمل سيستم كويس وسيستم نظيف، هو سهل على نفسي بعد كده كده كل حاجة عندي متظبطة. هفضل برضه أكمل نفس المشروع نفس الفكرة تمام. ممكن بقى تبدأ تحط لون في الطرقة هنا، يعني تعالى نحط في الطرقة لايتنج فيكتشر تمام، هقول له بريسون فيس تمام. شوف انت بقى الطرقة محتاجة كل قد ايه طبعا، المفروض المسافات بينهم تبقى متساوية، بس أنا بس يعني بعمل شغل يعني مش هيتسلم مجرد بس بشرح بس الفكرة تمام. انت هنا شوف بقى انت محتاج كام لمبة، قول زي ديت، انت برضه شوف انت محتاج كام لمبة ممكن تكون شايف انها محتاجة اكتر او اقل، مفيش مشكلة. هنا برضو في المكان دوت ممكن احط مثلا لمبة هنا ولمبة هنا، المكان هنا كبير ممكن برضو، لو مكان كبير ممكن ابدأ استخدم اوامر زي اوامر array توزيع، بس هو المكان كله يعني كل أوضة مثلا فيها 4 2 فمش لازم يعني تمام. ممكن هنا مثلا أحط واحدة هنا، ممكن المكان ده كله لمبة واحدة،
بس ايه يعني، حاول قدر الامكان لو هما اوضتين زي بعض تديهم نفس التوزيع، عشان ايه محدش يسألك اشمعنى الأوضة دي عملت فيها كذا والأوضة دي ما عملتش فيها نفس الفكرة، يعني ايه الفرق بين الأوضة دي والأوضة دي. تمام. طيب ممكن مثلا احط واحدة هنا، والطرقة دي مثلا نحط فيها بعد كده، نحاول نظبط دول مع اللي تحت بحيث ايه ما يبقاش فيه اي مشاكل خالص. الأوضة دي ممكن مثلا 9 4 لايتنج، هو ممكن تحس ان هو بياخد منك شوية وقت عن الاوتوكاد، بس هو ده الموضوع ده مش حقيقي. بعد كده وبالاضافة لكده ان هو هيسهل لك كتير بعد كده لما تيجي تعمل شغل الحصر، هتلاقي الحصر بيتجدد معاك اوتوماتيك، فهتلاقي الوقت معاك ان انت بتعمل شغل نظيف، بتعمل حاجة نظيفة ومحترمة متكاملة مع بعض. تمام. ممكن نجي على ده مثلا، مثلا احنا عملنا 3 اوض دول، ممكن نجي مثلا على الاوضه ديت واقول له اعمل لي هنا سيستم باور، تمام، وادي سيركل، وروح ضايف ادي سيركل. ممكن اجي هنا اروح قايل له انا عايز اشتغل سيلكت بانل، اخترنا البانل ديت. طيب انا هاجي اوصل هنا في الدور دوت، اجي هنا دوست تاب، وبعد كده هقول له مثلا ارك واير، ماشي، هدوس اي اس دلوقتي، بلاقي عندي حاجة هنا في الواير دي، الواير سايز. ممكن لو انت عايز تعدل الواير سايز زي ما انت عايز، ممكن تحط حاجة زيادة، تنقص حاجة زيادة في الوايرنج. هنا بلاقي ان انا ممكن اختار علامات، اقول مثلا اللي هو هوت واير اختار له علامة من العلامات ديت. تمام. انت شوف ايه الانسب ليك في المشروع، انا بس بحط كده علامات اي حاجة، وانت شوف ايه الانسب في المشروع، شوف الجراوند انت بتستخدم ايه في الشغل عندك. تمام. تبدأ تظبطهم. المارك هيتحط كل قد ايه، تمام، وهنا الستاندرد بيتحط ولا متحطش. تمام. اوكي. هتلاقي العلامات بدأت هي ظهرت معاك، انت شوف، وعايز تزود بقول له زايد، تبدأ تزود زي ما انت عايز، عايز تنقص نقص. تمام. كل واحد اضرب شغله، مثلا لو ذكرت اي معلومة هتلاقي واحد يقولك لا احنا في الشركة عندنا بنستخدم حاجة تانية، فعشان كده ايه كل واحد اضرب الشركة اللي هو شغال فيها وبالنظام اللي هو شغال فيه. طيب هاجي هنا في الالكتريكال وابدا احط ايه المفتاح، ممكن حتى احطها سريعا كده مع بعض، ممكن تحطها في الدور كله مره واحده. تمام. وانت شوف بقى التصميم بتاعك، يعني انت كنت في الكود كنت بتحطها ازاي، يعني هنا مثلا ايه الانسب ليها انها تحط فين، او ممكن احطها هنا مثلا بحيث اول ما اطلع من السلم، والسلم مثلا احطها هنا. تمام. وده الارتفاع بتاعها، ممكن تكون شايف انها في الحته دي المفروض تبقى اكتر من كده او اقل من كده زي ما انت عايز، ابدأ حط المفتاح زي ما انت عايز، محدش يقولك لأ. ماشي. يعني كل أوضة أو كل مجموعة عايز تحط لها مفتاح، حط المفتاح اللي انت عايزه. الأوضة دي المفروض تحط له حاجة صغيرة، ممكن تحط فيها كشاف وخلاص. تمام. شوف كل حاجة انت عايز تعملها ازاي وصمم. حط واحد هنا،
تمام. نبدأ بقى نوصل بقى مع بعض كده. اجي هنا سويتش، ادي السيستم سويتش السيستم. ودول برضو اجي هنا اعمل لهم سيستم باور، واقول له ايدي سيركت، وروح مختار ايدي سيركت سيلكت بانل، وراح مختار البانل اللي هي ديت. تمام. طيب بعد ما خلصت بقى اعمل ايه؟ اقف هنا على ديت واروح دايس تاب، واروح اقول له ايه اعملها لي ارك، او ممكن اعملها شامفر مفيش مشكله. طيب لو انا عايز ارسم الواير يدوي، لو انا عايز ارسم الواير يدوي، هاجي من قائمه سيستمز واقول له الكتريكال، واقول له واير، وابدا ارسم الواير. اجي هنا ادوس على النقطه دي وامشي مسافه، واروح ارسم ايه الواير اهو، وتبدا بقى ترسم عادي مفيش اي مشكله خالص. تمام. بس اتاكد ان انت رسمت في الدوريه بحيث انها تبقى متوصله، بحيث لما اقف على واحده فيهم وادوس تاب يروح عامل سيلكت عليهم كلهم. تمام. طيب ولو انت عندك مشكله لقيت الواير مش هو الشكل اللي انت شغال بيه في الشركه، يبقى هدخل من قائمه انوتيت وارسم بالادوات العاديه اللي هي ديتيل لاين. ديتيل لاين ده شكل عادي ما بيظهرش غير في ال 2D، وعباره عن خطوط هو مش هيحس بيها. اجي هنا اقول له مثلا عايز ارسم ارك. لو انت عايز ترسم حاجه زي ما الشركه عايزه، زي ما الشركه متعوده، نفس الرمز نفس كل حاجه، ممكن تستخدم الانوتيت لو انت اتزنقت في حاجه مش عارفها. الانوتيت بتستخدمها لو انت مزنوق في حاجه وما عندكش وقت ان انت تدور عليها. تمام. اجي هنا برضو نكمل مع بعض واقول له ايه باور. تمام. ادي السيركت، اد سيركت، واروح ضايف ديت واقول له ايه سيلكت بانل، نروح نختار البانل ديت. تمام. واقول له ايه فينيش، واجي هنا وراح اعمل تاب، وراح قايل له ايه انا عايز ارك، ممكن تختار تشامفر زي ما انت عايز مفيش اي مشكله خالص. وابدا هنا برضو شوف دي انا كنت اخترت لها سويتش ولا لا، اقول له انا عايز سويتش، اقول له ايدي سويتش، واقول له سيلكت سويتش، وراح اختار السويتش دوت، واقول له اد سيستم، وراح مختار بقيه اللونات. تمام. واقول له ايه فينيش. الحاجات دي ممكن بعد كده نستفاد منها بالجداول، نبقى عارفين كل حاجه فين مكانها فين، والحاجات كلها تبقى ايه مع بعض. ممكن ناخد الطرقه برضو، اجي هنا على اللايتنج ديت واقول له اعمل لي سيستم باور. تمام. واقول له ايه سيركت، هات سيركت، واضيف اللايتنج دي واللايتنج دي. تمام. واقول له سيلكت بانل، واروح حدد البانل ديت واقول له فينش. تمام. واجي هنا واخد ستيب، وراح قايل له ايه ارك واير. تمام. هي المشروع كله هيتعمل كده. تمام. فانا هوقف التصوير، ولو في اي حاجه مفيده ان شاء الله هروح اشرحها تكمله او في فيديو تاني.